اولا تصريح غير مستغرب، وياتي من عند واحد الرجل ما عندوش مصداقيه. رجل كيضرب اخماس في اسداس، لا يعي ما يقول. وقريت شخصيا المقال ديالو، لم اخرج باي خلاصه فيه. هو سب، هو قدح، وترى الافكار غير متناسقه. ولا ننصح اي واحد يقرا المقال واش يفهم شي حاجه. هو سب وقدح وتحقير الجمعيه دون ان يعطي شنو هي الاسباب اللي جعلاته يحقد على الجمعية. ولكن ليس غريب من يحقد على الوطن ومؤسساته، فالجمعية هي كائن مدني، يعني باش تهجم على الدولة والمؤسسات ماذا ستقول في الكائن المدني؟ ولا يحترم أي شخص. حنا تصريحاته لا تهمنا، ماشي هذا الموضوع ديالنا باش نرد عليه، لأنه كلامه لا يرد عليه، لأنه كلام صادر عن غير عاقل. الرجل يعني يتكلم دون أن يعي ما يقول. الرجل لا مصداقية له، والرجل يصرف أحقاده ومواقفه الغير السليمة تجاه الوطن والمؤسسات وتجاه أي فعل حقوقي ومدني نبيل. لكن وجمع وقارن ووضع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أساس أن الجمعية المغربية الإنسان هي الأخرى يعني تهتم بالضحايا الجنسية ومختلف يعني أنا كنحترم. حنا اللي كيدير العمل الحقوقي والعمل المدني ضروري أولا كيكون محترم القانون، يحترم دولة المؤسسات، ويحترم الجمعيات اللي كتشتغل. كيمكن لي نختلف مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولكن لله يمكن إلا أن أحترم الأعضاء، بعض الأعضاء ديالهم احترم التوجهات ديالها، وإن كان تناقش التوجهات ديالهم. لأن الجمعية في الآونة الأخيرة أصبحت كتخدم الأصدقاء أكثر ما كتخدم حقوق الإنسان. لأنه مثلا نشوفوا قضية الريسوني، كاين الريسوني الأخ ديالو في الجمعية نيت من العائلة، كاين أصدقاء بو 20، كاين أصدقاء الراضي، كيوليش عمل حقوقي، كيولي عمل للصداقات وعمل الزمالات. يعني ما تيوليش عمل، العمل الحقوقي شرطه فيه التجريد والموضوعية والاستقلالية. ملي كتولي تدافع على الأصدقاء ديالك وما كتوضعش مسافة بين العمل الحقوقي والعمل ديال الزميل وديال العمل ديال الصديق، وما ولات الآن جمعية ديال الدفاع عن الأصدقاء والزملاء. لأنه شخصيا ما يمكنش نشوف جمعية كتدافع على التجارة في البشر، ما يمكنش نشوف جمعية كتدافع على الاستغلال الجنسي، ما يمكنش نشوف جمعية كتدافع على هذيك الأعراض. أنا واحد يعني كنسميهم كنقول هذو حقوقي التجار في البشر وحقوقي ديال هذيك الأعراض وديال الاغتصاب، هذا لا يستقيم. طبيعة الأمر كنتكلم على بعض الأعضاء في الجمعية بالإضافة لزيان شخص آخر مش عندوش علاقة بالجمعية. بالتالي باش يشبهنا بالجمعية نحن نختلفوا جذريا. نحن جمعية نحترم حق الضحايا ونحترم حق المتهم. نحن عندنا من الأدبيات ديالنا احترام قرينة البراءة، ولكن هذا لا يمنعنا من الدفاع على حق الضحية في الانتصاف القانوني أمام القضاء وحقها في العدالة. ولأن الدستور فصل 117 كيتكلم على الحق التقاضي مضمون. ما يمكنش نعيب ولا واحد ضحية لجوء القضاء ونسفوها لأننا ندافعوا على واحد الزميل ديالنا. واسميوها الجمعية المغربية لحقوق الزملاء لحقوق الأصدقاء، لا يستقيم. أما زيان فهو إما حقوقي إما مدني، يعني ما عنده التصيفة حتى السياسي. دابا راه مشات له مع الجمعية مع الحزب ديالو، كاين هياكل جديدة. أنا شخصيا لم أسمع عن زيان المناضل. زيان ما عنده حتى علاقة بالنضال، هو كان كيخدم أجندة المخزن في واحد المرحلة، لما وقف الصبيب بدا كيهاجم الدولة والمؤسسات. وإنسان نفعي ما عنده علاقة بالصفة الحقوقية أو العمل السياسي النبيل. من حقك تختلف مع الدولة،
من حقك تختلف مع المؤسسات، ولكن ليس من حقك أن تهاجم وأن تحقر وترد المغرب ماشي دولة حق وقانون لأنك أنت توقفتي أو لأن أنت صدر واحد العقوبة على ولدك، ولكن بدأ المساواة أمام القانون وكاين استقلالية السلطة القضائية. دابا أنا الله يسر شي مشكل وقع لي مع ولدي، نهاجم القضاء، نهاجم المؤسسات، إذا واش أنا كنطلب الحصانة لولدي؟ دابا زيان تيقول لهم إما الحصانة لولدي ولشخصي أو أتهجم عليكم وأطلق الإشاعات والأحقاد وكذا. وهذا يستقيم. واش أنا يا محمد الهيني أو العائلة واش حنا محصنين من المتابعة أو محصنين من المساءلة؟ بالعكس، كان خصو يقول أنا يا إلا دار ولدي جريمة راه ندافع عليه، حنا مطلب حتى واحد مطلب منه يتخلى على ولده ولا يتخلى على. ولكن أنا ما كنعرفش كيفاش واحد كيدعي النضال ويخبع الشاهدة ويخبع مطالبة بحق المدني ويهرب الشهود، حتى كانت واحد الشهيدة غتموت ورا تهريب الشهود جريمة. زيان أخلط بين الأحوال الشخصية ديالو وقضايا الشخصية والشأن القانوني والشأن المدني والشأن الحقوقي والشأن الوطني. أنا بغيت زيان نشوفه كيدافع على الصحراء، بغيت زيان كان يهضر في الكركارات، بغيت زيان يهضر على اعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء. زيان غائب على هذه الأمور، زيان فقط إدارة وحدة كيهاجمها وإدارة وحدة كي، وأنا ماشي موقع الدفاع عليها، أنا كنقول له غير احترام المؤسسات، لأن احنا كمحامين راه مأدين لليمين على احترام دول الحق والقانون والمؤسسات، راه مأدين هو اليمين. هو بمجرد ما في المحاكم كيهاجم الزملاء ديالو، يهاجم المحكمة، يهاجم النيابة العامة، هاجم الضحايا بكلام. أنا كنت نقول لك شنو قال على الزملاء المحامين ديالو في الجلسات، وشنو قال على المحكمة والنيابة العامة في جلساته، داك الشيء ندالو للجبين ما كنبغوش نشروه، وبالتالي فهو مرفوع عنه القلم. وانا ماشي هنا باش نرد عليه، كنقول الله يرزقه الهدايه. وانا شخصيا دار بيا شكايه، عمري ما قلتها لكم، دار بيا شكايه. وانت ما قادرش تواجهني، ياك حتى هضرتي في الاعلام انا هضرت في الاعلام، علاش انا ما نشكيش بك؟ انا ما نقدر نشكي بيه لان كنشكي بالعاقل، كنعتبره غير عاقل وقدم به الشكايه. مشى كيشكي بيا المؤسسات المهنيه ديالي، وانا كنحترم المؤسسات راه غنجاوب على الشكايه. هو داك الشيء راه غير مؤسس باش تهمك، اه باش تهمك، تهمني انا تهجمت عليه انني خالفت قواعد اللياقه والاداب وهو نقيب، وانا عمري ما عاملته بصفه نقيب. انا عمري ما خاطبت في زيان النقيب، حيت انا كنحترم مؤسسه النقيب وراه كتبت له اعتذار، ولكن ماشي شخصه. المؤسسه النقيب اللي هي مؤسسه كبيره جدا في المخيال ديالنا ديال المهنه والمخيال الوطني وفي حقيقه الواقع، ولكن النقيب يعني ما نقولش النقيب، سي زيان اهان المؤسسه، وهو اللي خصو يخضع للمحاسبه والمسؤوليه، وهو راه صدرت في حقه احكام قضائيه صادره باسم جلاله الملك ادانته على ذاك الفعل، الافعال اللي كيدير اللي كتخل باحترام القضاء وباحترام الدفاع وباحترام الضحايا والاخلاق العاديه ديال الانسان اللي ما كيحترمهاش هو. الجمعيه ديالنا راه ماشي غير زيان اللي كيهاجمها، مجموعه ديال الاشخاص اللي كتقاطع مصالحهم مع مصالح بعض الضحايا اللي كندافعوا عليهم، وطبيعي ان يحسوا بالغيظ والحقد تجاه هذا العمل الجمعيه اللي هي كتقوم بعمل ديالها. لان اول مره كنسمعوا في المغرب تاسيس جمعيه للضحايا، هذا الجده وهذا التفرد وهذا التخصص يعني جلب الجمعيه مجموعه من ديال الانتقادات، او حنا كنتقبلوا في الجمعيه انتقادات المشروعه، وحنا دائما نتوق ونتطلع في العمل ديال الجمعيه الى ما هو افضل. المهم باش نخبروا الراي العام، حنا كندافعوا على الضحايا ولا سيما ضحايا الاعتداء الجنسيه، ولكن هذا لا يعني اننا لا نستحضر باقي الضحايا. حنا موضوعنا الضحايا اي مكان الضحايا، وبالتالي كنقول لكم حنا كنشتغلوا بواحد المنطلق ديال الاستقلاليه والحياد، وكنخدموا بانسانيه وتجرد، وجميع الضحايا اللي عندهم ملفات امام القضاء او امام الاداره كنتولاو المهمه لما كيقدموا لنا الطلب ديال المؤازره بدون تمييز. حنا ما كنميزوش بين المتهمين او بين الضحايا، وحنا ماشي في خصام مع المتهمين، حنا نسهر على حقوق الضحايا باحترام حقوق المتهمين وعدم التهجم عليهم،
وما كنلجؤوا ما كنلجؤوش اسلوب ديالهم ديال ما كنتعاملوش بالمثل. نحن نحترم حق المتهم في المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، ولكن نؤازر الضحايا ونعبر لهم عن كل الدعم ديالنا القانوني والنفسي والاجتماعي وحتى الصحي، لقينا اللي يدعمهم صحيا ونفسيا ومعنويا. وبالتالي يعني فهذا الهجوم لا يمكن ان يفسر الا باشعاع الجمعيه وبالمواقف ديالها النضاليه، رغم حداثتها عندها مواقف يعني اصبح الراي العام الان يتابعنا باستمرار، لا في المواقع ديالنا لا في المداخلات ديال السيده الرئيسه او السادة الاعضاء. نشتغل بجديه وبتطوع وبانسانيه وبضمير وبنزاهه وبحياده وباستقلاليه، ولا يضرنا من ضل اذا اهتدينا. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.